شكوا مرة عراقية إنه ما يهمها أحد. وتطلع وتوقف وتساند اخوانها، لانه مو بس انه هي كاميرا عراقيه، هذا واجب انساني، انساني اللي يتمتع به كل فرد. اللي احنا للاسف للاسف احنا بوطن حقوق المراه به منتهيه، يعني اصلا ما لها اي حقوق، زين، لا من كاهل البيت او رجل ولا حتى من الحكومه مجعومه. العراقية شجاعة، انت تشوف بعينك، مو بس انا، بنات الطالبات هالي الاطفال اللي طبيبات، حتى الاطفال تجي هنا. للمرأة دور فعال بالمظاهرات وخاصة هنا بساحة التحرير، يعني احنا هنا نجي نتجمع واقفين ويا اخواننا، واقفين نساندهم، نساعدهم كأكل، تنظيف، شنو يحتاجون احنا يمهم. بعدين احنا عندنا فعاليات اخرى، انه نجي هنا نرسم، ننظف همينه، واي شيء احنا هنا نقدر نسويه ما نقصر ونسويه اكيد.